احتضن المهرجان العربي لمسرح القطب في دولة التردة، والذي يقيم في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. هذا المهرجان يعكس إيماننا بأن مسرح القطب يعد من أهم الوسائل التربوية والتعليمية. يا حبيبي من قام يقرأ الحين؟ الحين بوقتنا يبون الوناسة، يبون اللعب، يبون الضحك، يبون الأغاني. اسمع اسمع جمهوري كذبك. أديك سميع ما شاء الله حسن سوجر.